واخا انا جاوب دابا انا السيد المدير الاقليمي كيقول لي الى عيط لي العامل غنردها، كيقولها لي انا ما قالوها ليش الناس، هو كيقول لي الى عيط لي العامل غنردها. واش العامل هو اللي قال له قطع على ابو علي؟ لا ها الى كاين المدير هو اللي قطع الصوت هو يرد لينا الدور. الى كاين قالوا العامل شنو عند العامل؟ السيد الرئيس انا نجاوب السيد العامل حتى هو ساني هذا البروتوكول دابور انه الى عيط له غيجلسوا باش يشوفوا يديروا اعاده الجدوله سورو هذا البروتوكول داكور، راه كاين مكتوبه البروتوكول. اذا اللي كنفهموه بانه انتم راسلتوا العامل وحنا طلبنا منه التدخل، العامل باش يحل هذا المشكل. لا لان حنا قلنا هذا السيد العامل اكثر من شهر. لا وحنا قلنا هذا اكثر من شهر وانتم راسلتوه قبل ما تقطعوا وحنا كنقولوا له ودي نديروا حل. اذا المشكل العامل ولا راسلوه ولا بد غنراسلوه. راه البروتوكول داكور باش دير اي اجراء يخص تعلم لكاع الاطراف اللي مسديين البروتوكول داكور. اما السيد العامل، السيد العامل وانا مدة غنجلسو عندو باش غنشوفو نناقشو باش ما داكور. باش ما نديروش الثنائيه لان كاين الاخوه والاخوات ولكن انا راه التدخل ديالي ما هضرتش غير الاناره العموميه، هضرت حتى المشاكل ديال التيل لان حنايا عندنا المشاكل ديال التوسيع وديال التيل. ما جاوبتنيش دابا حنا منين درنا تقصير ولا ما عندناش فلوس قطعتوا علينا الضو، ما جاوبتونيش كيفاش. الله يسمح لي دابا كنهضر، ولكن ما جاوبتنيش كيفاش تم ربط منازل بدون شهاده السكن، ما جاوبتونيش كيفاش تم ربط دار بثمانيه ديال لي كونتور بدون شواهد ديال الجماعه، ما جاوبتونيش كيفاش عطيتوا الضو المحطه ديال الطوبيسات اللي تبنات بالفوضى ودرتوا ليها تما السجال ركب تما المحول الكهرباء ولي بوتو، ما جاوبتونيش على الاختلالات اللي شرت ليها، ما جاوبتينيش على التاخر في تنفيذ الالتزامات ديالكم. اذا كنت انا ما اديتش واحد ما عندناش امكانيات ماليه وهذه الامكانيه هي كنتوا غادي تفهموها، ولكن انتم حنا غير دابا باش السيد العامل جلسنا واحد الشهر كنقولوا على الحل، ما عندكمش الوقت تستناونا وحنا استنيناكم.